بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطرح هذا السؤال وهو إن شاء الله من النوازل الحديثة، بحيث لما صدرت فتوى من المجلس العلمي الأعلى لتجنب الصلوات في المساجد منعا لأي انتقال للعدوان تحت كورونا، يسألني الناس هل بإمكانهم أن يصلوا في البيوت صلاة الجمعة؟ هذا أمر ناقشه العلماء، ولذلك فإننا نقول بإيجاز إن المؤهل للفتوى في هذا الأمر هو الذي أفتى في مسألة صلاة الجمعة في المساجد، فليس لدينا الحق أن نتحدث في هذا الأمر. وذلك أولا من أجل جمع كلمة المسلمين، ثانيا تجنبا لأي بلبلة قد تحدث بسبب تصدي لهذا الأمر من قبل غير المختصين، فإن الأسلم أقول للشعب المغربي وللمسلمين في البلد أن تؤدى في البيت ظهرا، يصلي الوالد بأولاده مغتنما الفرصة الدعاء أن يرفع عنا هذه الجائحة حتى نعود إلى بيوت الله، وصلى الله على حبيبنا محمد.